بسم الله. السلام عليكم. على زيت حار ننزل ثوم، اول ما يتغير لونه حطه فلفل احمر مطحون، حليب، جوز الهند، بعد دقيقتين ارفعوا النار وحطوا قرم مسالة، حركوا، ملح بسيط، محلول النشا، اذا ثقل الصوص حطوا عسل، وقلبه سريع على النار عشان يتكرمل، ثقل طفوا النار وحطوه في زبدية. طيب على نفس القدر ما غسلته ولعت النار وبحط شوي زيت، بصل، استمروا في التقليب على نار عالية، تكرمل البصل نزل الدجاج، ملحوا، وآخر دقيقة حطوا فليفلة حمراء وملحوها وقلبوها، جاهزة، طفوا النار. طيب عندنا صامولي هنا، فتحته وحمصته، بعد ما حطينا الدجاج نحط من الصوص اللي سويناه في البداية، نقفله ونحمصه. السندويش الثاني شوية دجاج وشوية صوص فوق، ونقفله ونحمصه. هذا الأول وهذا الثاني، جربوها وبألف عافية.